السلام عليكم حبايبي الحلوين. كثير من الأطفال يجهل الإنجليش فاولز. قبل كل شيء شورت فاولز. الفاولز هي الأصوات الصائطة وليس أصوات ولا وليست حروف العلة. حروف العلة هذه في القواعد نحو، أما في الأصوات نقول فاولز، الأصوات الصائطة. The first vowel is A, 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 E, O. This is short U or A. يقرأ A مثل up. هذا O وهذا E وهذا A وهذا A. إذا وضعناهم between two slashes, this is phonetically. هذا يقرأ A, A, E, O, U. مثلا كلمة sad أو bad. هذا bad, sad, dad. ايه مثلا نقول sit, pen, ten. هذا يقرأ ايه. ايه مثلا نقول sit, pit, pen, tin, fit. وهكذا يقرأ A. أو يقرأ مثلا soap مثلا hop. حتى في بعض المرات نعطيكم كلمات ليست لها معنى ولكن على لللفظ. hop, dot, not, or a مثل up يقرأ a. up مثلا hug, bug, not. هذه الخمس vowels, الخمسة five vowels, هذه تسمى short English vowels. تسمى مقطع واحد. عندما ترى كلمة فيها a, bad, dad هذا يسمى one syllable. syllable المقطع الصوتي. vowel is the center of the syllable. the vowel is the center of the syllable يعني الصوت الصائط هو مركز المقطع. إذا كان كلمة بها vowel واحد نقول one syllable. fit one syllable يعني هذه أصوات سموها consonants، الأصوات الصامتة مجهورة ومهموسة. لكن هنا نحن نهتم في هذا المقطع الواحد. هوب مقطع واحد، بق هذه كلها مقطع واحد. أب الأ هو المقطع.